الأزمة القطرية تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد القطري الذي يواجه تحديات كبيرة غير مسبوقة في ظل خروج نحو نصف المستثمرين التقليديين من الدوحة بحسب ما أكد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية. منذ بداية شهر يونيو الماضي والاقتصاد القطري يمشي مسرعا إلى الوراء في ظل أزمة لم يستعد لها بشكل يضمن صموده لمدة أطول. فبعد الأزمة القطرية توالت الخسائر على الاقتصاد القطري من كل حدب وصوب، فالبنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، وذلك بحسب ما أكدت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية. ولكن يبدو أن قطر لا تعي حالة الهلع في البنوك عند خروج كبار مستثمريها. وفي محاولة لتدارك الموقف وعدم الانهيار التام، اتجهت بنوك قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. ولكن المشكلة الأهم أمام بنوك قطر في الوقت الحالي هي خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر في ظل ارتفاع نسبة القروض، سيكون على المصارف أن تدفع تأمينات مخاطر مرتفعة جدا، وهذا ما سيؤدي إلى التآكل في أهم مقومات المصارف. وإذا حاولت الحكومة أن تبين مقدارا من الذكاء الاقتصادي برفع سقف الدين لخمسة أعوام بالدولار، فإن الأسواق لن تقنع بأقل من 3.5% إلى 3.75%، وهو معدل مرتفع في وقت حرج أمام الدوحة. كيف لا، والودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تشكل 22% من إجمالي الودائع التي هبطت بنسبة 7.5% إلى 47 مليار دولار في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من مستقر إلى سلبي، وأسند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية منذ قرار مقاطعتها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتقويض الأمن في الوطن العربي. ونبه تقييم موديز إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، ورجح تقرير بلومبرغ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.4% خلال العام الجاري. جايين من إيران لينجا وحمولة 10 كونتينر خضروات، هاي دولة قدر صديقي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي سليمان العساف. مساء الخير أستاذ سليمان. طبعا هناك أضرار كبيرة لحقت بالاقتصاد القطري منذ مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بعدما اتضح دعم وتمويل دوحة للتطرف والإرهاب، هل ممكن أن توضح لنا ذلك؟ اهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلاً. طبعا بالنسبه للاضرار التي لاحقت الاقتصاد القطري ليست اضرارا مقتصره على النظام المصرفي او على جذب الاستثمارات، انما على القطاع الاقتصادي الكلي، حتى ان هناك جانب من الاضرار التي لاحقت المواطنين بسبب تعامل الحكومه القطريه. فاذا تكلمنا عن العمله وهي مؤشر سهل وواضح ولا يمكن غالبا التلاعب به، نجد أن العملة القطرية رغم أنها مربوطة بالدولار إلا أن سعرها انخفض على 3 مرات. السوق المالي القطري كذلك نفس الشيء، تعرض لعدة انخفاضات، فأحد أول يوم بعد المقاطعة هوى بنسبة 7.1. الاستثمارات كذلك بدأت الآن
توقفت قطر عن جذب أي استثمارات، خصوصا أنها الآن تعاني من عدة مشاكل. فمثلا لديها الميناء الجديد، لديها المترو، لديها الآن مثلا الملاعب العالمية استعدادا ل2022 والتي من المحتمل أن تسحب منها. تضاعف التكلفة عليها، تضاعف الآن نسبة التأمين على الديون، ارتفاع التأمين على السندات، مشاكل تواجه قطر في كل نواحي اقتصادها. الحكومة القطرية تقوم بمن يشبه قفزة في الظلام، لا تعلم أين تقع قدمها، قد تقع في حفرة، وأن كنت أشك أنها ستقع على الأرض، أنها ستقع كثيرا وليس قليلا. نعم أستاذ سليمان، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها قطر، في تحليلك هل تستطيع معالجة أزمة الاقتصادية؟ قطر تستطيع أن تعالج الأزمة الاقتصادية، نعم، ولكن بشرط أن تقوم بإصلاح أوضاعها. يعني قطر من أجل أن تدعم مواقفها وأجندتها المشبوهة، نعم، تقوم بالإضرار بالاقتصاد، الإضرار بالمواطنين. لا يمكن أن تحل قطر أزمتها في أي حال وبأي شكل من الأشكال إن لم تقوم بحل مشاكلها. والمشكلة أن الأمر سهل جدا وهو في يدهم. قطر الآن لا تستطيع، الحدود البرية مغلقة بالنسبة لها، التكلفة واسعة عليها سواء في اللوجستيك، في النقل، خدمات المواطنين، المشتريات، التأمين، السندات، الخطوط القطرية، جميع جوانب الاقتصاد تئن. قطر لديها 340 مليار استثمارات، منها 40 مليار سيولة و300 استثمارات، استنزفت من هذه من 40 مليار حتى الآن 15 مليار. نعم. استثمارات القطرية ليست من السهولة أن تقوم بتسييلها، وتسييلها مكلف جدا. قطر تخطط من أجل إصدار سندات كانت تعلن أن المونديال سيكلفها 75 مليار دولار، الآن تتوقع الجهات الاقتصادية أن تزيد التكلفة في حدود 40%، يعني هذا يقارب حوالي 25 إلى 27 مليار دولار تكاليف إضافية. ما الداعي لكل هذا؟ والأمر سهل، الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب تقول لقطر نريد أن تعود قطر استراتيجية وتتخلى عن دعم الإرهاب وتكون فعلا دولة عربية وجارا شقيقا لا أكثر ولا أقل. هذا كل ما في الموضوع. نعم، من الرياض المحلل الاقتصادي سليمان العساف، شكرا جزيلا لك.